السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا بعتذر جدا على الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده، لكن الحقيقة انا عايزة الفيديو ده يتشير علشان نقدر نوصل للولاد دول في اسرع وقت، ونقدر نفهم هم ليه عملوا الكارثة دي. كارثة، ايوة، زي ما انا بقول لكم كده، ولاد صغيرين في الشارع مع غياب اب وام، عدم وجود تربية واخلاق، زائد تطبيق التيك توك، يعني معادلة خسرانة. الولاد دول بمنتهى السذاجة كانوا بيلعبوا في الشارع، وحاولوا يضايقوا راجل كبير عن طريق زيت عربيات، بيحدفوا عليه زيت العربيات، والراجل لا حول له ولا قوة، بيحاول يجري منهم ومن سذاجتهم وسخافتهم معاه. الله أعلم بهذا الرجل، يعني بظروفه لا حول له ولا قوة، الله أعلم هل هو مريض نفسيا، عقليا في مشكلة، الله أعلم. لكن المشهد غير مقبول، زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو ده بالظبط. الولاد دول احنا محتاجين نعرف هما فين ومنين، وايه اللي خلاهم يعملوا كده، واهاليهم كمان اللي اثروا في تربيتهم محتاجين انهم يتلقنوا درس فعلا ما ينسوهوش طول حياتهم. مشاهد الشارع الغير اخلاقية مرفوضة تماما.